دكتور محمود الأنصاري استشاري أول المناعة والكائنات الدقيقة. مساء الخير يا فندم. شنوري فندم حضرتك. أهلا بيك، استأذنك تعالي صوتك شوية. مع حضرتك. اتفضل دكتور محمود. يعني تطور كورونا في أوروبا وعدم إقبال الناس على تلقي اللقاح طبعا غير متوقع أن يكون مش موجود، يعني زي ما بنشحت لأفريقيا على قد ما نقدر. يعني هو حقيقة أوروبا دول كثيرة جدا تعدت نسبة 70 والثمانين والتسعين في المية كمان دلوقتي. ايه هو يا فندم ال 90%؟ نسبة التلقيح في كتير من دول اوروبا دلوقتي تعدى 70. طب امال ليه منظمة الصحة العالمية بتقول انه التغطية اللقاحية غير كافية وده مؤدي للارقام الكبيرة اللي في اوروبا خصوصا المانيا؟ والله يا فندم سعادتك ممكن نبص مع بعض كده على وورلد ميتر، هتلاقي نسب التلقيح في دول كتيرة جدا من اوروبا دلوقتي، انجلترا، فرنسا، المانيا، النمسا، النرويج، الدنمارك، السويد، كل احنا بنتكلم على نسب تلقيح في الدول دي عدى 70 و80%. طب يمكن يا فندم ما هو قايل بشكل كامل، يمكن يقصد الجرعتين مثلا، او قد يقصد بعض الدول في شرق اوروبا. او قد يقصد بعض الدول في شرق اوروبا حضرتك. طيب لكن الدول العظمى يعني لو هنتكلم مثلا وارد ان رومانيا الاجابه وارد اوكرانيا الاجابه وارد روسيا الاجابه لكن اوروبا الغربيه، اوروبا الكبيره، الدول الاصطناعيه الكبيره حضرتك، لا الدول دي تغطت نسب التلقيح فيها 70 و80%. تمام. كتير كمان. طيب هذه الدول اللي في شرق اوروبا نسب الاصابات فيها بالنسبه لعدد السكان بنفس النسب بتاعه المانيا وغيرها، وايه سبب هذا الارتفاع؟ ان هو تحدث بالتحديد عن 34 ألف حالة في اليوم في 24 ساعة في ألمانيا. المشكلة الأساسية اللي أنا عايز أقول لحضرتك عليها هو الإحساس بالأمان الكاذب على أثر أخذ اللقاح. ده من جانب المواطنين بقى وتخفيف الإجراءات. المشكلة إن إحنا حضرتك كان مركز مكافحة الأمراض الولايات المتحدة الأمريكية سنتر أوف ديز كنترول أو السي دي سي كان فرج علينا من 4 أشهر وقال من تلقى جرعتي اللقاح مش لازم يرتدي الكمامة ويعيش حياته عادي. وكنت برضو من خلال منصة حضرتك كنت تحدثت وقلت أن اللقاحات لن تمنع الإصابة ولا بد من إبقاء الأفراد ملتزمين بالإجراءات. هو مين معلش قول لي تاني، هو تدرس إدهانوم اللي قال كده؟ لا ده مركز مكافحة الأمراض بالولايات المتحدة الأمريكية. أوكي تمام. كنترول. تمام. ودي منظمة حكومية علمية تعتمد في كلامها دايما في شق علمي سياسي برضو، ولكن سويت الأمر خذ التطعيم عشان تتخلى عن الإجراءات الاحترازية. تمام. للأسف الشديد، وهنا بقى حضرتك يعني حينما يختلط العلم بأشياء أخرى أو بأمور أخرى بتحدث الطامة، وده اللي حصل دلوقتي. كتير جدا من الأوروبيين تخلوا عن الإجراءات الاحترازية بناء على تعليمات خرجت ليهم من جهات طبية موثوق فيها. تمام. ولكن حدث عكس ذلك. ان سمحنا حضرتك، لا يعني احنا برضو انا دايما بقول ان هو كفة فيها طرفي علاقة. الكفة دي كفة للفيروس وكفة للبشر. لو احنا ملتزمين بالاجراءات الاحترازية والتغذية السليمة وممارسة الرياضة والنوم الجيد فنحن في امان. في اغلب الضم نحن في امان. بشكرك. لكن انما ندخل عن الاجراءات الاحترازيه فده شيء يعني عواقبه ما بتبقاش محمود. بشكرك جدا دكتور محمود الانصاري استشاري اول المناعه والكائنات الدقيقه.